أنا اللي جمعنا غير ميعاد، أنتم من الجيل الذهبي. الله يسلمك. بالرياضة والسياسة والاقتصاد وكل شيء ولا مجال واحد؟ لا لا بالرياضة بس الرياضة. زين أنت بسألكم سؤال واحد. الحين حديث الساعة المفوضية الانتخابات وأنت رشحت ما شاء الله عبد الله معيوف، رشحت من ثم أو ناوي؟ رشحت، شنو رأيكم؟ يعني هم صروها بس بشغلة الشريعة الإسلامية حق المرأة. لا لا هذه 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 مادة من ضمن المواد. ولا تعني المادة صح. لكن احنا نقول شنو أهمية المفوضية العليا للانتخابات. هي مفوضية كلمة ما تصلح، هي لما تقول الهيئة العليا للانتخابات. لازم تنظم العملية الانتخابية من جهة محايدة، يعني هذه لازم تكون تابعة للمجلس الأعلى للقضاء، لأن بالنهاية هم قضاة. اثنين، في بعض البنود يعني ما يجوز ان الهيئة والمفوضية العليا يكونون فيها 7 قضاة ويدخلون وياهم مدنيين، لأن بالنهاية هذيل راح يصدرون حكم باستبعاد فلان أو بقبول فلان أو بالطعن الفلاني، فيصدر حكم. فشلون واحد مدني يدخل ويحكم هو ما يملك الصفة القضائية؟ فقضية إنه يدخلون ويا القضاة مدنيين، وكيل وزارة الداخلية، وكيل وزارة العدل، هذا ما يجوز. لكن هي عملية تنظيمية، إذا ما نفعت ما تضر. غير الآن الفوضى اللي صايرة، الواحد يقدم وبعد فترة من ما يسجل يطلع حكم عليه باستبعاده، وهو يكون صرف وجهز أموره ومفاتيحه الانتخابية وعمله، والفترة اللي طافت ممكن بعضهم يقعد لأربع خمس سنين وهو يشتغل الانتخابات، وبعدين فجأة أنت تيجي تقول له أنت مشطوب. والله انت كلامك ذهب ما شاء الله عليك. وين علمات؟ ليش ما تطلع وتقول هالكلام؟ قلت لك اي والله. لا بس انا على ذكر سعدون حماد العتيبي يقول في له صندوقين، واحد 63 احطبوا اكتبوا 36، والثاني يقول ما رضوا يفرزونهم. ليش؟ هو يعني احقاقا للحق. احقاقا للحق هذا حكم عندهم. لا لا يعني قصدي حاليا هم ليش ما يفرزون؟ لا انت اليوم لما نتيجي تقول انا عندي 63 وواحد يقول عندي حطوا لي 36 بدال 63، فهم يعيدون الجمع لأنه يبين بالجمع. لا ليش ما افتحوا الصندوق وعدوا؟ إذا حسبوا لك، أنا لما أكون حاسبي لك أنت ماخذ باللجنة هذه عدينا الأصوات طلع 36 صح. فلو افتحوا الصناديق مضطرين يفتحون كل الصناديق. أنا عن نفسي أقول إن كل طعن مؤمن إن كل طعن بالأصوات يجب أن تفتح الصناديق، يفتح الصناديق وحط رسوم على من يطعن بفتح الصناديق. يعني أنا قلت أنا والله هذا مو رقمي، أنا رقمي أكثر، أنا لازم أيي أدفع مبلغ رسوم حتى يفتحوا لي الصناديق عشان تكون هناك جدية. مو واحد ماخذ له 100 صوت والعاشر 2000 يقول أنا والله بطعن. تطعن ادفع مبلغ اللي هي رسوم وبطلول الصناديق. الحين الوالد محروس شو اسمه؟ فواز. وفواز طال عمرك شنو مصلحة الحكومة من ثم حاليا على قولتهم المفوضية؟ شنو راح تعود على الشعب الكويتي؟ لأن المفوضية راح تنظم العمل، ما في مثل سعدون الآن اللي يقول أنا انظلم، ما في واحد يقول والله أنتم شطبتوني على قضية أنا فيها براءة، أو أنا والله قلتوا لي سيء السمعة. إذا شنو تحديد سيء السمعة لما تيجي تشطبني؟ النتائج الانتخابات تطلع أول بأول، التسجيل في حسب البطاقة المدنية ما يصير فيه تلاعب. هذا دور المفوضية، تجهز للانتخابات كلها. يعني هل في جهات عالمية من برا راح تحضر الانتخابات؟ يعني جهات المفوضية ما لها علاقة بالمراقبين اللي يجون يراقبون العملية الانتخابية الشفافية، هم يجهزون للانتخابات من بداية عملهم، يبدون يعدون الكشوفات، يعدون توزيعها، يعدون المشرفين على الانتخابات من قضاة من وكلاء نيابة. منو رئيسهم هم الحين حاليا راح يصير؟ هي الآن يجب أنت طلبك السلطة القضائية يعني رئيس مجلس. هو في القانون تتكون المفوضية العليا من 7 قضاة رؤساء محاكم، يضاف لهم وكلاء الوزارة
بعض وكلاء الوزارات، وهذا خطأ، لأن وكيل الوزارة شخص مدني والمفوضية طلع حكم، لازم يطلع حكم باستبعاد. يعني الدار. المفوضية راح تقوم بدور المحكمة الدستورية ولا تساعد؟ لا لا، ما لها علاقة بالمحكمة الدستورية، راح ترفع تقريرها بس. هذه هي اللي تحدد منو اللي له حق الترشح. خلصنا. صح. هي اللي تشرف على الانتخابات، توزيع اللجان، هي اللي تشرف على فرز الأصوات، هي اللي تطلع نتيجة الانتخابات في خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة. والطعن يكون بالمحكمة الدستورية. يطعون. ليش تأخرت كل هالسنين؟ يعني على أيامكم لما كنت عضو مسمى ما قدمت شيء؟ لا ما قدمنا على هذه، لكن احنا قدمنا بعض الإجراءات اللي تضمن سلامة عملية الفرز. كنا النادي، وقدمت أنا مقترح أن تكون عملية الفرز من خلال بروجيكتر، يقعدون كل المناديب وتبدأ عملية الفرز. المجلس 2013. 2013. صح. فكل مناديب المرشحين يشوفون النتائج ويسجلون، ما في مجال للخطأ. هم حاليا ما يشوفون؟ الآن في بعض القضاة ما يسمحون للمناديب أنهم يطلعون على نتيجة الفرز على الورقة. بس بالصوت فلان فلان. بس بالعد. طلع الورقة ويقول. صح. فلان الفلاني. في البعض من القضاة يخلون مناديب اثنين يشوفون، لكن الغالبية العظمى ما تسمح، حتى في وجهة نظرهم أنك أنت تشكك فيني وأنا قاضي ما يصير. صح. والله سردك جميل، وأنت غيابك على الساحة السياسية. الحمد لله أنا اكتفيت. كل واحد كلمة يقول لك اكتفيت. شو اكتفيت يعني؟ لو دامت لغيرك ما اتصل. لا بس انت يعني الحين احمد السعدون عمره تقريبا 90 سنة ورجع. احمد السعدون لا ادري رجعوا الحين المسيء بيرجعونهم، ارجع معهم يرجعونهم، والمفروض انهم يرجعون، لان ما في شيء اسمه اعدام سياسي. يرجعوا معهم انتم. لا انا قناعتي بان يجب ان يكون الجيل القادم وجيل الشباب من يقود العمليه الانتخابيه العمليه البرلمانيه، ومشرعين يجب يكونون من الشباب. بس ليش عفوا نشوف دول العربيه طال عمرك مفوز الاستاذ عبد الله معيوف الكابتن، انت وصلت شنو بالشرطه الرتبه؟ صرت عميد انتقاح. ما شاء الله ايام نسيبنا كان معاكم مفوز عبد الكريم الغربي. يعني نشوف مصر اعمارهم 70 وماسكين مصر. مصر لان نظام الاحزاب. إيه. بالتالي هذا مرشح. احنا احزاب، احنا احزاب مو معلنه. زين، وراح يحل علينا بعد كم يوم ذكرى الغزو صدام، تكت من ابطال المقاومه الكويتيه. الله يسلمك. اي والله، شنو تحب تقول؟ والله اقول الله يرحم شهدائنا. صح. واتمنى من يعني الشباب الكويتي انهم يعتبرون من الغزو ويستفيدون من دروس الغزو، شلون احنا فقدنا بلدنا في خلال ساعات، وشلون قدرنا نرجعها. صح. بفضل الله سبحانه. صح. وتعالى وقناعة العالم بحقيتنا وحقنا. لا نفرط بهذه النعمة من خلال تناحر طائفي وتناحر قبلي، وهذا أصيل وهذا مو أصيل، وهذا يجب أن نعيش إحنا ككويتي. بس هو طال عمرك من تذكر الشخصيات الكويتية رجال النساء اللي كانوا معاك وقروبك؟ هلا هلا والله ما شاء الله محبوب. اي والله من تتذكر من شخصيات رجال ونساء عسكريين مدنيين معاك في المقاومه جروبك يعني؟ والله اذكر معظم ضباط الجيش يعني، لان كانوا ويانا الشيخ عدب الفهد ايضا كان. وايد من الاشخاص اللي استشهدوا يعني معاكم، اللي استشهدوا مثلا شيعان الله يرحمه. اي والله قبره موجود عند شهر 9 يعني. وفي عندكم اللي بالداخليه المشاري هو مسك معاكم؟ طبعا ايه، هذيلي الله ان شاء الله هو وصلبوه في العقيده يعني، هو على عادل الرزاقه، على عبد الوهاب بن زين، على يوسف المشاري، على سفاح. سفاح الله يرحمهم رحمته يعني اذا كانوا ميتين. بس هو بالنهايه انت الحين يعني صراحه بكل قلبك راضي على وضع حاليا مجلس الامه الكويتي؟ لا لا الله. ليش؟ ما احب الصراع، الصراع ما يؤدي الى حل. ها كابتن لك نيه تعود؟ وياك. ما شاء الله سرعه عريقه ابو حمد، حياكم الله. هلا نشوفكم ان شاء الله دوم. حياكم الله. اقول نعطيكم هذا الانجليزي اللي عنده خدامه الوالد ابو يعقوب الرفاعي، نعطيكم انجليزي. السيد يوسف الرفاعي اللي بالمنصوري هاك، نعطيك واحد انت. اين وين الشباب حمد والشباب؟ اخبرك. اقول كلمه الله
اي والله هاك بعد حق شو اسمه حق كابتننا اذا عندك خدامه بتسلم. تسلم حبيبي حياكم الله. شكرا.